وكأنهم عادوا إلى ديارهم سالمين آمنين، ينعمون بحياة حرة كريمة، ويتمتعون برغد العيش، لا تحيط بهم هموم الحياة، ولا ينقصهم هم وأولادهم أياً من مستلزمات المعيشة، ولا شاغل يشغلهم سوى الاستعداد للتوجه بكل اندفاع وحماسة إلى مراكز الاقتراع للمشاركة بالتصويت الخاص بالنازحين والمساجين وعناصر القوى الأمنية الذي أطلقته الحكومة الحالية. هو استهزاء وإساءة لمن يعيش في ضنك الخيام، وتجاهل لمطالبهم بالعودة إلى ديارهم، واستمرار للإتجار بمعاناتهم في كل خطاب ترويجي انتخابي. واليوم تحاول الحكومة إشراكهم بتمثيلية الانتخابات، وتدعي مشاركتهم بعمليات التصويت، وما هو إلا استغلال لا أخلاقي يمارس ضد مواطنين هجروا قسراً من بيوتهم وحكم عليهم بالحرمان والجوع والتشريد. لكن لم نعلم، لم تكتفي السلطات الفاسدة بإقحام المهجرين بالانتخابات والادعاء عبر وسائل إعلامها بأنهم شاركوا بها عبر صناديق الاقتراع، بل اتجهت أنظارهم نحو المعتقلين مروجة أنهم شاركوا أيضاً باختيار مرشحيهم. لكن لم نعلم بعد أياً من المعتقلين صوت، أهو من جوع وهدد وانتزعت منه اعترافات تحت التعذيب، أم من حكم عليه بالإعدام بتهمة باطلة ووشاية من المخبر السري، أم من بيعت أجزاء من جسده لتجار الأعضاء البشرية؟